ولنقاش الملف السوري والحديث عن القصف الأخير للنظام وروسيا في مناطق إدلب وخرق الهدنة ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المحلل العسكري والسياسي لواء محمود علي. أهلا بكم سيادة لواء. تحيي لكم ولمتابعيكم الكرام. كيف يفسر التحول الأخير في معطيات الوضع العسكري في الشمال السوري من قصف لمناطق إدلب وبالقرب من معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية؟ يعني بداية دعينا نقول أن النظام منذ اتفاقيات خفض التصعيد المستند إلى سوتشي وأسيتانا لم يلتزم هو وداعميه الروس والإيرانيون ولا مرة واحدة بهذا الاتفاق. الطرف الملتزم فقط هم الفصائل الجيش الحر المدعومة من تركيا فقط. أما النظام والروس والإيرانيون والميليشيات لم يلتزموا، هذا يعني كما يقال غيض من فيض. النظام دائما ينتهز الفرصة التي يراها مناسبة ويقوم بأعمال استفزازية وأعمال ابتزاز وقصف في المناطق التي له مصلحة فيها. نعم. يعني العدوان الأخير الذي حصل في محافظة إدلب، القصف الذي استهدف قرى إدلب وخاصة بالقرب من الحدود التركية في بلدة سرمدة، هذا نوع من الاستفزاز للجانب التركي وللفصائل، ويجب على الفصائل أن تقوم برد قاسي على مختلف الجبهات التي يتواجد فيها النظام أينما وجدت هذه الفصائل في المناطق المحررة، ويجب أن لا يلتزموا فقط بالدفاع عن أنفسهم أو بالتصدي للهجمات في بعض الأحيان، يجب أن يفتحوا الجبهات وأن يستمروا فيها ولا يلتزموا بتلك الاتفاقيات نظرا لأن الطرف الآخر وضمنه لن يلتزموا فيها مطلقا. في هذا السياق سنتحدث فقط عن نقطة هذه التحركات العسكرية، هل يعني ذلك أنك تتوقع مستقبلا تدخلات عسكرية أخرى ميدانيا، أم تبقى متقطعة بين الفترة والأخرى فقط لمحاولة الضغط أو تمرير بعض المكاسب السياسية؟ أختي الكريمة، من حيث المبدأ لا يسمح دوليا لأي طرف من الأطراف بالقيام بمعركة شاملة على مستوى محافظة إدلب، بمعنى معركة كبرى على مستوى المحافظة، هذا ممنوع دوليا وخاصة من قبل الأمريكيين الذين هم الفاعل الأول والرئيسي على المستوى القرار داخل سوريا، وإن كانوا غير متواجدين عسكريا في هذه القوة التي نتحدث عنها، هم أصحاب القرار على المسرح السوري الأمريكيون، وهم لم يسمحوا ولن يسمحوا لا للروس ولا للنظام الأسد ولا للإيرانيين والميليشيات التابعة لهم ولا لأي طرف آخر مهما كانت تسميته بأن يقوم بمعركة شاملة في مستوى محافظة إدلب. وعندما هنالك قد تتوسع المعارك وتبقى في إطار محدود يمكن السيطرة عليها، الجانب التركي الضامن للفصائل في تلك المحافظة أبلغ الجانب الروسي في يوم أمس أن على الروس وقف إطلاق النار، الإعازة النظام والميليشيات بوقف إطلاق النار، وقد يكون هنالك في حال استمرار القصف تصعيد تركي ومدعوما من الفصائل المتواجدة في محافظة إدلب. أما معركة كبرى فهذا غير مسموح به دوليا لأسباب لسنا بصدد ذكرها حاليا، هكذا أرى. إلى أين يتجه مصير الشمال السوري مع تواصل هذه الاختراقات الأمنية والتفجير الأخير في رأس العين؟ أعتقد بوجهة نظري الشخصية أن الأمر سيستمر كما هو عليه في الشمال، لا إلا إذا حدثت هنالك تفاهمات ما تحت الطاولة من قبل جميع الأطراف وموافقة ومباركة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأسباب قد نعلمها وقد لا نعلمها ممكن أن يتم هنالك بعض التصعيد وتسليم مناطق أخرى فيما إذا تم الاتفاق. أما في الوضع الحالي ووفق المعلومات المتوفرة لدينا، الوضع في إدلب سيبقى قيد المناوشات بين الفينة والأخرى، وقد يكون هنالك هجوم أكبر من سابقه
في منطقة، وقد يكون هناك تصعيد في منطقة أخرى، ولكن الأمور ستبقى ضمن الحدود المسموح بها دوليا وضمن سقف تفاهمات معينة لا يمكن تجاوزها. شكرا جزيلا. في حال تم تجاوز هذه الخطوط قد يكون هنالك اتفاقات ما لا أحد يعلم بها تم التفاهم من قبل أطراف اللعبة على المسرح في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك المحلل العسكري والسياسي لواء محمود علي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.